اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من شبكه وصنارة على الهواء. فكر حضراتكم تاني كلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، وبرضو افكركم بالبيج بتاعتنا على الفيسبوك شبكه وصنارة، عشان لو عايزين تقولوا لنا على حاجه او لو عايزين تحطوا وصفه. طبعا بدا يجي لنا وصفات النهارده، هنعمل واحده منهم. ولو في اي حاجه عايزين تقولوها لنا توصلوها لنا، وبرضو يفضل ان انتوا تكلمونا على الهواء علشان يبقى فيه تواصل. طيب النهارده هعمل طاجن سمك تعبان، وهعمل جنبه سلطه بصل بالسماق. احنا جهزنا الاول، يعني انا جهزت واحده من التعبان سلختها، وسبت واحده علشان اوري حضراتكم بتتسلخ ازاي. طبعا يعني انا بس هوريكم الطريقه، طبعا انا هحط له تقطيع تاني غير اللي هشتغل عليه، يعني السمك هشتغل على واحد وبعد كده هشيله وهشغل واحد تاني. لو في امكانيه ان انتوا من عند السماك اللي بيجيب منه السمك ينضف لكم ويسلخ التعبان سمك التعبان، يبقى خير وبركه. ما ايه ما حصلش وجال سمك، ممكن تعملوه في البيت. الموضوع سهل قوي، ما فيهوش حاجه، سكينه حاميه، في زعانف. طبعا احنا منضفين بقى الكل اللي في البطن والكلام ده كله، ده متنضف كله تمام التمام. الاول اتاكدوا ان تبقى السمكه التعبان متنشفه كويس، يعني مناديل، علشان واحنا بنسلخها ما تفلتش من ايدينا، فبننشفها كويس كده. طبعا انا منشفها، بس ايه، هو السمك كل ما بيقعد كده يبتدي يطلع المايه اللي فيه، فلازم انشفها كويس قوي. وبعدين هنيجي كده من ورا الزعنفه اللي قدام، وهنعمل فتحه بس مش كبيره، يعني مش عايز اوصل للاخر، بس بقى ايه، بحاول ان انا افتح الايه الجلد. انا كده كده الراس مش هستعملها، يعني الراس هشيلها، هفضل دايره كده وبالراحه خالص. خدوا وقتكم، لان هي في اول مره ما بتبقاش سهله، بس بعد كده مجرد ما بيبقى الواحد متمرس فيها بتبقى اسهل كتير، لحد لما اوصل. انا عايز بس ايه تبقى واضحه كده، يعني انا فتحت الفتحه كده البسيطه دي، زي ما نكون بنقشر مثلا ورقه بلاستيك من على ازاز او حاجه، لحد الاخر. طبعا سمك التعبان ده من الاكلات المفيده جدا، هو دسم شويه، من الاكلات المفيده قوي، وبيحتاج ان هو ياخد فتره اطول من العادي. بقى احنا لو قلنا قبل كده ان السمك بياخد ربع ساعه للكيلو، لا، السمك التعبان بياخد فتره اطول، يعني ممكن يوصل معانا على درجه حراره 180 مثلا، ممكن يقعد 45 دقيقه 50 دقيقه على حسب الحجم، يعني دول كبار. فاحنا طبعا عشان كده انا جهزت طاجن تاني، علشان اول لما يعني على نهايه الحلقه اقدمه لحضراتكم. افتح اخر حته كده وبالراحه. برضو اقول لحضراتكم تاني، لو الموضوع ده حاسين ان هو صعب شويه، فممكن تخلوا الراجل بتاع السمك اللي بيجي من عنده السمك يطلع لكم منه الجلد. بس ايه، طبعا جلده جامد، عشان كده الناس كلها بتقعد تقول سمك التعبان متعب في اكله ودايما بيبقى ناشف، لان في ناس كتير بتطبخه بالجلد بتاعه. هنحاول بقى واحده واحده كده بالراحه، زي ما نكون بنقشر، زي ما بقول لحضراتكم بنقشر ورقه بلاستيك من على الايه، على حاجه ازاز. بالراحه خالص، خدوا وقتكم. هي كده طلعت، محتاج ان انا عشان اقدر اطلع الجلد كله مره واحده اطمن ان هي طلعت من كل النواحي، يعني بالراحه كده بالسكينه افضل اطلع فيها كده. الو استاذه ميرفت، مساء الخير يا هشام. مساء النور يا فندم، ازيك؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. هشام، عايزه اعرف طريقه عمل شريم كوكتيل. حاضر يا فندم، من عينيا. حاجه تانية؟ ميرسي وسلم ايديك. الله يخليك يا فندم، ميرسي. حضرتك الشريم كوكتيل من الحاجات السهله قوي، الناس بتشوفه على انه حاجه صعبه، بس هو سهل جدا. تقدري تعملي الجمبري سواء كان مسلوق، تقدري تسلقيه، او تقدري تحمريه في فص ثوم. وبعد كده الكوكتيل نفسه بيبقى مايونيز وكاتشب وشويه ليمون، وبيتملح ايه تمليحه بسيطه كده، يعني ايه تبل تتبيله بسيطه، وده بيبقى في الاخر بيتقلب على بعضه وبيتحط في طبق، وبعدين بيتحط فيه الجمبري اللي اتسلق. انا ادي بدات تزحلق، لازم انشفها شويه. هي عشان معصلجة شوية معايا، عشان ايه مزحلقة. لو في فوطة كده ممكن، ايوه
اول لما هتسلك اول حته بعد كده كله هيطلع في ثانيه. لو في فوطه مطبخ تستعملوها كده، اخر حته طلعت اهي بس، وبالراحه بقى. ما احنا بنشد، مش عايزين نشد جامد علشان ما يتقطعش مني التعبان بس كده. انا مش محتاج دي خلاص، زي ما قلت حركوها اول حته اللي صعبه. بعد كده بمسك الجسم واشد، وكل ما اطلع حته امسك بعديها واشد تاني. مع الوقت بقى لو بداتوا يعني بدا الموضوع يبقى سهل، فالناس يعني في العادي بتروح ايه طالعه كلها مره واحده كده، وده كده خلاص تمام التمام. هجيب بقى سكينه اكبر شويه، لا ممكن اطلعه بديها طول. الراس لو جبنا مثلا 3 4 تعابين، الراس ممكن نخليها لان هو دسم جدا، ممكن نخليها ونعمل منها شوربه تبقى ظريفه قوي. يعني شويه زيت وشويه توم وبصل، ونقطع الكلام ده كله مع بعضه في حله مع الزيت ونشوحه شويه، وبعدين انا عايز اقطعهم كلهم قد بعض علشان يستووا زي بعض. وبعدين بعد ما نشوح الكلام ده كله في الزيت كويس قوي، نزود عليه ميه او مرقه خضار، وايه ناخد اخر حته. الحته الاخرانيه مش هستعملها لان فيها شويه زعانف، فدي هنستغنى عنها ونبقى عملنا منه الشوربه. طيب كده انا هغسل ايديا بسرعه علشان مكان السمك. طبعا افتكروا لو هتستعملوا لو هنستعمل الفرن لازم الفرن يبقى سخن قبل ما نشتغل فيه. ألذ حاجه بقى في الطبخه دي ان كل حاجه هسويها الاول نص سوا كده سريعه على طاسه، في طاسه على النار. يعني هحط طاسه على النار كده، زيت زيتون او زيت نباتي المتاح. انا هعمل دي بقى بزيت عادي، زيت نباتي يعني، وهقطع كل حاجه مع بعض. فين الخضار؟ سكينه نظيفه. لما ندخل بقى حاجه الفرن، فكر حركه، لما ندخل حاجه الفرن وعارفين انها تقعد فتره طويله، مش عايزين نقطع الحاجه صغير، نقطع الحاجه كبيره، علشان الحاجه لو اتقطعت صغير وقعد في الفرن فتره بتطرى يعني بتتهري. فاحنا مش عايزين ناكل حاجه مهريه، عايزين نخلي كل حاجه تبقى بايه بكل فوائدها. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل ما بنسيب الحاجه على النار كتير كل ما بتفقد جزء من فوائدها. يعني ايه؟ تقريبا بالحجم ده كده. كل حاجه بحطها دلوقتي اختياري، يعني مفيش حاجه ثابته. يعني في ناس كتير ما بتفضلش فلفل الالوان، ممكن تستغنى عن فلفل الالوان خالص، تحط خضار تاني معاه، كوسه، جزر، اي حاجه، كل حاجه موجوده متاحه. احنا بس بن ايه بنحط الاساسيات كده بس. يعني الفلفل الفلفل اللي هو الرومي ده زي ما بنقول عليه فوائده، في فوائد كتيره قوي، فيتامينات كتيره جدا. اي حاجه شكلها مش عاجبنا هن ايه هنسيبها على جنب. استاذ عفاف اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا فندم. اولا حضرتك وحشتنا، والتلفزيون نور بيك تاني، البرنامج نور بيك تاني. ربنا يخليك يا فندم، متشكر. في معلومه انا عايزه اقول لحضرتك عليها بصفتك. اتفضلي يا فندم. ناس سواحليه. الايه؟ الناس من الساحل من السواحليه يعني. ايوه. التعبان عندنا والسمك الموسى بنسخهم بطريقه ما بتاخدش يعني ثواني، بطريقه غير كده. طبعا سلم. طب اشرحي لي طب الطريقه كده يا فندم. بنيجي من الديل، من ديل سواء السمك الموسى او التعبان. من الديل. بفوطه خشنه. ايوه. ونفركين بايدينا زي ما تكون حاجه بنفركها. عشان تبعدي الجلد عن اللحم، تمام. ايوه. واروح في ثانيه، ما بياخدش ثانيه وبتسلخ، تطلع الجلده بتاعت التعبان حتى بالراس بتتسلخ معايا. والسمك الموسى نفس الشيء، تمام، بس الفوطه تبقى خشنه. وفي ثانيه ثانيه يعني ده مزاج، سلخ الحاجات دي مزاج عندنا وبيتعمل ما بتاخدش دقيقه.
فيا ريت حضرتك معلش كلنا بنكمل بعض. اه طبعا ما احنا عاملين الهوا علشان عشان لو في معلومه مش عندي، ما انا طبعا عمري ما هقدر ابقى زي الناس اللي في السواحل لان المتمرسين. انا حضرتك على حاجه، انا مش غريبه عن المهنه، انا مدرسه وضع منزلي. طب فرصة سعيدة جدا يا فندم، فرصة سعيدة. شكرا جدا جدا وانا اسفة على الازعاج. لا يا فندم بالعكس، ده يا ريت تكلميني كل يوم، كل ما يبقى في معلومة تحس انها هتضيف لنا حاجة جديدة. الكسبان ما بياخدش دقيقة في سلخه. تمام. ولا هو ولا السمك الموسى، ومزاج ان احنا نقعد نسلق الحاجات دي. تمام قوي، انا مبسوط جدا من المعلومه دي، ويا ريت لو في اي معلومه تانية او في اي طبخه يا ريت يا فندم تكلميني كل يوم، هبقى في منتهى السعاده. وميرسي جدا اتصال حضرتك يا فندم. طيب انا قطعت كل حاجه كده يعني كبير شويه. استاذه ايمان، الو استاذه ايمان، الو الخط قطع، ممكن تتصلي بينا استاذه ايمان تاني من فضلك؟ ادي البصل الاخضر. ملح، حط بقى الحاجات اللي بتستوي. بتاخد وقت، احطها في الاول يعني البصل والفلفل الالوان او فلفل الرومي، هحط الكلام ده في الاول. طبعا الحراق ده اختياري، بس هو لازم يتحط عليه شويه حراق. لو بقى يعني كان في حد سال على جوز الطيب، السمك التعبان من الحاجات اللي بيبقى لذيذ قوي معاه جوز الطيب، بس برضو الكميه تبقى معقوله ما تبقاش زياده، مش عايزين نزود علشان ما يبقاش في حاجه طعمها يطغوا على حاجة وما يمررش الأكل. طبعا أنا زي ما قلت حركه بسوي كده يعني زي ما بنقول كده بديله، ده فلفل أسود، بديله نكهة يعني بديله طعم الزيت. هفضل بقى أقل فيه كده شوية وهطلع فاصل وارجع أكمل مع حضراتكم بقية طاجن سمك التعبان وسلطة البصل بالسمك. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل وسايب لسه الخضار اللي هو افكر حضراتكم، بصل اخضر، فلفل الوان، وطماطم، ومعاه زيت وملح وفلفل. اتاخرت شويه على التوم علشان لو انا قطعت التوم وحطيته من بدري قوي هيتحرق يعني هياخد لون زياده وهيبقى مش اللي احنا عاوزينه. اقول لحضراتكم تاني ان انا بحاول برده حاجه داخله الفرن بقطعها كبيره شويه، دول كده في 3 فصوص توم. فكر حضراتكم تاني كلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او لا يعني مش او، وابعتوا لنا الوصفات بقى اللي حضراتكم عاوزينها على الصفحه شبكه وصنارة على الفيسبوك. كده حطيت التوم قطعته كبير، اجيب بقى علشان سمك التعبان ياخد الطعم، عايز برضو اشوحه سنه مع الخضار. لسه صاحي. كده عايز اديله اللسعه كده علشان ياخد اللي هي البهاريز او كل الفليفر اللي موجود في الطاسه من تحت، ياخد لسعه كده يعني. بقى نحاول بقى نقلبه ونوصله للطاسه من تحت كده. فاضل يعني التعبان الكبير هخليه زي ما هو عشان لو حد عايز ياكل التعبان كله لوحده يبقى بالهنا والشفا. استاذه مريم اهلا وسهلا. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هشام. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، تحت امرك. انا عايزه، هو في سمك اسمه سمك الشيلان؟ سمك الايه يا فندم؟ الشيلان.
لا مش سامع كويس. اسمه سمك سيلان. سمك سيلان؟ لا لا انا الحقيقه مش عارف، مش عارف. بس هو كمان في نقطه مهمه قوي، ان كل منطقه يعني حتى في مصر كل كل مدينه بتقول على السمك باسم مختلف. يعني ممكن نقول مثلا على في البحر الاحمر بيقولوا اسماء حاجات غير الاسماء مثلا بتاعت اسكندريه. فانا بصراحه مش عارف ده، لو قدرتي حضرتك تبعت لنا مثلا صورته، لو عندي صورته تبعته لنا على البيج في فيسبوك، ممكن ساعتها نقول لحضرتك. او يعني ممكن ابقى مش عارف الاسم اللي حضرتك قلتي عليه كده. انا حطيت صلصه طماطم، سبكوا بقى تسبيكه، كل ما هزود حاجه بزود ملح بس طبعا بكميات قليله، وفلفل اسود، وعندي ميه بقى، ميه اوكي. لو عندكم مرقه سمك يعني مثلا ممكن الراس او الروس التعبان اللي احنا قطعناه، سمك التعبان اللي احنا قطعناه، ممكن نعمل منها شوربه ونستعملها بدل الميه، بيزود النكهه. لكن لو ما لحقناش نعمل كده الميه برضو هتنفع. دي كوبايه ميه يعني تقريبا 200 مللي، 200 مللي وخلاص بقى كده. ايه انا عملت اللي عليا هنا، فاضل ان انا هنقله على الطاجن وادخله الفرن. بالنسبه لده يعني الكميه دي بنقول من 35 ل 40 دقيقه على درجه حراره 200. بالراحه بقى كده. الو استاذ زينب، اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ يعني احنا مبسوطين ان حضرتك بدانا نشوفك يعني مش بره في قلب التلفزيون كده، ويعني انا مبسوطه بيك جدا. وانا يا فندم مبسوط جدا ان بكلم حضراتكم، يعني حاجه بالنسبه لي كويسه قوي. واحنا اصلا من البحر الاحمر، وبقى يعني السمك عندنا اشكال والوان. البحر الاحمر في الغردقه يعني ولا؟ من القصير. احسن ناس، احسن الله يخليك. انا اشتغلت فتره كمان هناك في القصير، بس يعني كانت بعد القصير شويه. مرسى علم؟ اشتغلت في مرسى علم شويه فتره مش بطاله. والشلاتين وكل البلاد دي بتاعتك؟ لسه ما روحتش، بس ان شاء الله لازم لازم هروح. اهلا بحضرتك، تعالى اتفضل على البيت. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تحب اقول لحضرتك على اي وصفه او اي حاجه؟ لا الله يخليك. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي، متشكر لاتصال حضرتك. فرحانين بيك قوي. وانا فرحان جدا برضه يا فندم، متشكر قوي. الله يخليك يا بنتي، شكرا. ميرسي لاتصالك يا فندم. هدخل الطاجن الفرن زي ما قلت حركه 35 40 دقيقه على درجه حراره 200. لو الفرن ضعيف سيبوه شويه، ممكن بعد كده مثلا في اخر 10 دقائق نحط عليه شويه جبنه موتزاريلا ويطلع بقى حاجه ايه جميله جدا. طيب انا مجهز نسخه ثانيه في الفرن. عملناها بنفس الطريقة، قطعت واحد من التعبين والتاني خليته سليم، علشان برضو بشكله حلو. يعني في طبعا ناس بتقلق من شكله، بس هو ده سمكة مسالمة جدا ما بتعملش أي حاجة. دلوقتي نعمل بسرعة سلطة البصل والسماق. أقول لحضراتكم المكونات بسرعة: بصل، فلفل أخضر، فلفل أحمر، ليمون وخل وسماق. كل اللي أنا هعمله قطعها تقطيعة سريعة. الو استاذ علي. الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، انا بكلمك بس اشكرك على كل اللي انت بتعمله ده فعلا. ربنا يخليك، متشكر لحضرتك يا فندم. حضرتك من القاهره ولا منين؟ كتير بتعلم منك. انا في القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. ناس كتير بتعلم منك كل اللي انت بتعمله ده، بالذات الشباب يعني، فمتشكرين لحضرتك. متشكر ليك يا فندم، متشكر جدا لاتصالك، متشكر قوي قوي. ميرسي. ميرسي يا فندم. كده احط بس عليه سماق كميه كبيره ونقطه خل، وهسيبه شويه علشان يطرى ويتاكل مع طاجن السمك التعبان بألف هنا وشفا. يبقى النهارده عملنا طاجن سمك تعبان بالخضار وسلطة بصل بالسماق. ألف هنا وشفا، وأشوفكم حلقة جديدة. باي باي.